في حاجة لمثلك من سنين، جيت في زمان عنك يسأل من زمان، أبوك عقبه ما تركنا تايهين، علق أملنا فيك وإحنا في أمان، بلادنا ميزة عربها طيبين، من عاش فيها نعده من أهل المكان، صعب الإمارات تكرر مرتين وساداتها صعب تكرر في الزمان، حفظك الله يا أبو خالد ورعا حيث المقيمين على أرض الإمارات ينافسون المواطنين على محبة الإمارات، أكمل عامي 11 وأنا أحد المقيمين بل أحد وأبناء الإمارات وأحد المفتخرين بزايد العرب رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، حيث الحضور المشرف والانطلاقات القوية وتسعير الرئاسة في هذا الموسم، ألا وهي التسعيرة 8 التي تقام في هذا العام بجهود كبيرة بجهود مبذولة من سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الذي يبذل قصارى جهده من أجل دعم هذه المؤسسة وتشجيعها وفرحة الشعوب والمحبي وعشاق الرئاسة، مشكور يا أبو زايد باسم الجمهور على كل ما دعمت كل ما قدمت، يتنافسون من أجل المركز الأول وبحضور أبو زايد سيدي منصور لأول مرة في تاريخ عالمي سباقات الهجن، كانت المشتريات من المركز الأول إلى المركز الثاني عشر، هذا لا يحدث في كل يوم لا يحدث في كل عام لا يحدث إلا بحضور منصور الفخر، فليفتخر الجميع بهذا الحضور المشرف بهذا الحضور الميمون، مرحبا يا أبو حمد مرحبا والله لين ما تبقى ولا مرحبا يا سلطان يا بن حمدان حفظه الله ورعاه، نرحب بكل الحاضرين نرحب بكل المتابعين، سيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار سيدي صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحادات سباق الهجن، نعم رئيس للاتحاد حفظه الله، نرحب في هذا اليوم الجميل بمن شرفنا وحضر في هذا المساء، معالي اللواء ركن طيار فارس بن خلف المزروعي، والله مرحبا بالقائد العام لشرطة أبوظبي، أبدأ مع المقدمة، شرفتنا يا أبو محمد وشرفنا كل من حضر كل من يتابع كل من يشارك، المقدمة هنا عزايم عزايم الرجال تظهر في يوم العزايم في يوم العزايم، من يقود عزايم؟ عبد الله بن علي بن حميد الشامسي يقدم لنا عزايم على المركز الأول، والله وعزم على الكاس والله وعزم على الكاس، المركز الثاني شعارك يا أبو حمد يقدم لنا خواطر، يا لها من خواطر يا لها من خواطر في هذه المعركة، خواطر على مستوى المركز الثاني يقدمها حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري بإنجازاته العامري بتاريخه العامري في بطولاته وصولاته، النقلة إلى المركز الثالث إلى حدث القادمة مع المركز الثالث، الأحداث التي تسير من أجل الكاس من أجل الرمز، النيادي النيادي ينادي الرمز ينادي الرمز، يبحث عن كاس أبو خالد يبحث عن الرمز.
رمز الغالي كثيرا كثيرا ما تغنى هذا الشاعر بالقائد خليفة بن زايد وفي ولي العهد سيدي ابو خالد. يا لها من كلمات رنانة رنانة يتغنى بها الصغير قبل الكبير، ابيات النيادي التي لا تنسى. يقدم لنا حدث حدث على المركز الاول، بينما المركز الرابع المركز الرابع ايضا القدوم الوصول من حاف من حاف من حاف، واللي عنده النيادي ما يخاف ما يخاف. يقدم لنا من حاف سعادة حميد بن سعيد النيادي المركز الخامس، الضيف العزيز القادمة من دولة قطر من دولة قطر. الخطر هنا هنا يقترب مع هجن السيلية مع الذيبة الذيبة مع الشعار السيلاوي مع اللورد عبد الله بن سعيد العيد. يتابعها العالمي حمد بن راشد بن راية المري، يقدم لنا شعار هجن السيلية مع الذيبة. العودة إلى مقدمة الشوط إلى حدث إلى حدث آخر كيلوين آخر كيلوين. يا النيادي يا النيادي سعادة حميد بن سعيد النيادي السعيد حتى هذه اللحظة مع حدث حدث مع الأحداث المهمة الأحداث الكبيرة كأس أبو خالد. يا النيادي كأس أبو خالد نبيه يمسي في أبو ظبي في أبو ظبي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. النيادي يطالبونك بالرمز وأنت ممثلهم في هذه المعركة مع حدث المركز الثاني المركز الثاني مع الذيبة الذيبة مع المركز الثاني. هجن السيلية قادمة مع المركز الثاني، يقدمها عبد الله بن سعيد العيدة العيدة اللورد مع الشعار السيلاوي مع الشعار الكبير الشعار الأزرق والأبيض لون السماء لون البحار لون الزعماء. بينما المركز الثالث بن عويضان يقدم لنا شعاره يقدم شعاره 1200 1200. يا العيدة يا النيادي يا بن عويضان يا بن غدير القادم مع المركز الرابع ومع المركز الخامس مع دعابة دعابة مع حمد بن راشد بن غدير. ميول قادمة أم هنا كهرمان أيضا حمد بن راشد بن غدير، ولكن العيدة 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 والنيادي تحرك النيادي تحرك بن عويضان تحرك طار العيدة طار العيدة والنيادي كاسبو خالد كاسبو خالد يقترب يقترب إلى قطر إلى قطر. اللورد 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 عبد الله بن سعيد العيدة العيدة الأمتار الأخيرة الأمتار الخطيرة. مرحبا يا بن منانة مرحبا يا بن منانة. يقدم لمار يقدم لمار سعيد بن منانة يقدم شعاره يقدم شعاره. وكذلك القدوم والوصول من نوف منصور بن سعد بن قدلة الإحبابي بن منانة بن منانة مع لمار مع لمار مع لمار. يقدم شعاره بن منانة بن منانة منصور بن سعد بن قدلة قادم بن قدلة قادم آخر الأمتار. كاسبو خالد كاسبو خالد ما بين بن منانة ما بين بن قدلة ما بين العيدة بن منانة بن منانة أمتار وزمانة. مشكور مشكور يا راعي يدعى يسلوم اليحاضي تهانينا لسعيد بن منانة على فوز لمار في المركز الأول. تهانينا لأبنائه الكرام. المركز الثاني الذيبة من هجن السيلية المملوكة لعبد الله بن سعيد العيد. المركز الثالث نوف منصور بن سعد بن قدر الإحبابي. المركز الرابع خواطر حمد بن محمد بن عويضان العامري. المركز الخامس حدث لسعادة حميد
بن سعيد النيادي. هكذا متابعينا في كل مكان. لمار 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 خاطفة للكاس، خاطفة للرمز. تهانينا لمالكي لمار سعيد بن منان على هذا الفوز والانتصار. 9:07 و7 أجزاء من الثانية، نفس التوقيت الزمني في العام الماضي في ميدان اللبسة يتكرر عندما ظهرت الضبية في العام الماضي لسعادة حميد بن سعيد النيادي. اليوم نفس التوقيت 9:07 سعيد بن منان قدم لمار ومشكور يسلوم المضمر سلوم راح اليدعى من قدمها. 9:08 وثمان ولا 6 أجزاء من الثانية. نعم الذيبة لهجن السيلية. مشكور اللورد عبد الله بن سعيد العيدة ومشكور يا حمد يا برايه المري. 9:08 و7 أجزاء من الثانية. توقيت نوف لمنصور بن سعد بن قذلة الاحبابي. تهانينا لعلى هذا الفوز ب 9:08 و7 أجزاء من الثانية. خواطر 9:09 تهانينا لك يا بن عويضان على هذا الفوز والانتصار. وخامسا 9:10 و5 أجزاء من الثانية، حدث لسعادة حميد بن سعيد النيادي. هذه الأحداث المهمة التي حدثت في مثل هذا اليوم، ولعل الحدث الأبرز حضور سيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان. مرحبا أبو حمدان باسم الجميع ومن القلوب. سالم بن حضير ملك تبي المخضرم والقدير في عالم سباقات الهجن له الكلمة فليتفضل مشكورا. شكرا للزميل نايب بن سعود البلوي. بسم الله.